ويستمر مسلسل الحرائق بمصالح الضرائب بالجزائر، وهذه المرة حريق جديد بمصلحة الضرائب حي البلاطو بوهران للمرة الثانية بالولاية بعد حريق حي سيد الهواري في 2015، كما لا ننسى حريق مديرية الضرائب في سيدي بلعباس في سنة 2017، وحريق مديرية الضرائب بحي واقنون في تيزي وزو في 2019، والكثير من الحرائق في مثل هذه المصالح الضرائبية. وبالطبع في كل مرة الحريق يخلف أضرار مادية معتبرة ويتسبب في إتلاف كل الوثائق والأرشيف وجميع أجهزة الحاسوب الإدارية التي كانت بداخل المصلحة.